السودان وطن متباعد الأطراف والأجزاء، ولذلك تلعب الطرق ووسائل النقل دورا كبيرا في صنع وحدة البلد الشاسع بمدنه وصحاريه وغاباته وحتى مستنقعاته. شغل في رمضان في أول وفي ضغط، لكن في النص في تقليل شوية من العمل، من قوم الساعة 4 صباحا نزول بصلي أو الصبح وتوكل على الله وشوف دورك الأول أو الثاني أو الثالث وبرمج على كده، أو مسافر سفرية بعيدة كسلة أو قضاري أو حلفة أو مسافر أبو بيض، ده بيتبرمج عليه على مدى الأسبوع. محمد سائق حافلة سوداني يعيش حياته بين المحطات والحافلات ويتحمل مسؤولية الحفاظ على أرواح المسافرين، ولذلك يغيب كثيرا عن أجواء الأسرة والإفطار الجماعي السوداني المميز في رمضان. انت بتشوف شغلك شنو عشان تكمل لباقي الشهر، لازم انت تضبط وقتك، وما ضبطت وقتك لغاية آخر الشهر أو نص الأسبوع أو الأسبوع كامل ما بتقدر توفر لمصاريفك البيت، عندك ناس كبار بيأكلوا ويشربوا وأطفال بيقروا في المدارس ملتزمات طبعا. السودانيون متميزون بطقوسهم المحلية الخاصة بالإفطار في رمضان، إنهم يجتمعون في حلقات ذكورية تضم الرجال والأطفال، ويتولى بعض الشبان مهمة تحضير الموائد، وهي في الغالب عبارة عن صواني كبيرة مثقلة بألوان من الأكل والمشروبات التي لا يستغني عنها أهل السودان. في أي قرية في الحلة من القرى بتاعت الجزيرة دي بيعشروا لك، أنت بتقيف نزل المواطنين كلهم طبعا صايمين، ده الذنب عليك أنت، ما بتقدر تمشي لك بأجر زول وأنت في رقبتك. في عربيتنا عندنا بارد، عندنا التمر، عندنا المويه العادية، عندنا أي حاجة. يفطر السودانيون على البلح والمشروبات كالمديدة ومشروب قمر الدين، دون أن ينسوا طبقهم الرئيسي العصيدة المصنوعة من الذرة الممزوجة بدقيق القمح. الله أكبر. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. العيد طبعا احنا الناس السواقين الثابتين ما بنقدر نكمل اليوم، لكن بنشتغل من يوم التسوع او كده، نحن بنكون راجعين بنسلم العربات للسواقين بيكونوا قاعدين احتياطي ونحن بنمشي. رغم ترامي وتباعد اطراف السودان وتنوع عاداته وطقوسه في المناسبات، يظل العيد فرصة ومناسبة توحد الجميع. يتوجه السودانيون إلى المصلى باكرا وهم مبتهجون بزيهم الوطني المتمثل في الجلابية والعمامة السودانية. بعد أداء صلاة العيد يتبادل الجميع التهاني في جو يرتدي لون الحب والإخاء الذي ينسي المسلمين في السودان كل الاختلافات التي قد تفسد فرحة العيد واللقاء.